نحن في خطر وعلى المجلس العسكري ان فورا اضعف الايمان ان كان مازال متمسك بالسلطة وقد المسؤولية يكون هناك مجلس استشاري رئاسي من مدنيين على اعلى مستوى في الاقتصاد، في السياسة، في الشؤون الدينية، في الاعلام، في التوظيف، في العدالة الاجتماعية. ويجب الا يأخذ المجلس العسكري اي قرار الا باستشارة هؤلاء المجلس من الان الى ان تستتب الامور. وزارة قوية ولها كافة الصلاحيات لانها داخلين على وطن في خطر، هم على شفا حرب اهلية، والطيار الاسلامي مش حاسس باللي بيحصل في الدولة وما زال عاوز انتخابات عشان عاوز يسطر السلطة وما يهموش بس تروح على فين. اسمحيني يا دكتورة. اتفضل. يعني عطفا على الكلام اللي تفضل بيه اخي وصديقي الدكتور ممدوح حمزة والاخوة الزملاء الشباب الجميل، عايز اقول ان احنا نشف ان المجتمع المصري الان المجتمع المصري الان يا دكتور هلا منقسم بين فريقين كبيرين. الفريق الاول اللي هو الثورة وانصارها ومؤيديها في كل انحاء مصر، واللي تحركوا بناء على ما حدث لعدد من الشباب جرح الثورة اللي كانوا في ميدان التحرير ابتداء من يوم السبت، ومن ثم هؤلاء بدأوا يتحركون زي ما قال الدكتور ممدوح تعاطفا مع هذا الحدث لأن تذكروا ما حدث للثورة من جرائم أو في حق الثورة من جرائم ممن بيدهم القرار. الفريق الثاني اللي هو أمام اللي في المواجهة كتير بيمثل القوى المضادة للثورة. القوى المضادة للثورة هي اللي بتتمثل في بعض الفئات وبعض أصحاب المصلحة وبعض النفوذ اللي أنا بسميهم التشابكيون. ده حزب كبير أقوى من كل الأحزاب ومن كل التشابكيون. دول بقى بيعملوا إيه؟ دول رجال الأعمال اللي بعضهم عنده قنوات خاصة وبتلعب في الموضوع، وبعضهم عندهم صحف وبيلعبوا في الموضوع ولهم أجندة ولهم علاقة بأمريكا كمان، في ناس لها علاقة بالسعودية وبيشتغلوا بإيدهم وسنانهم في سبيل على مدار العشر سنوات في سبيل إجهاض هذه الثورة. يبقى عندنا القوة المضادة للثورة في الداخل ولها تشابك بالخارج ولها تشابك بينها وبين بعضها، وهؤلاء هدفهم الرئيسي إجهاض الثورة. لأنه لو هناك نية أو هناك رؤية من المجلس العسكري أن يتعامل مع هذا الذي حدث في 25 يناير وحتى احتلال ميدان التحرير أو استرداد ميدان التحرير لكي يكون بيد الشعب بدلا من أن يكون بيد الأمن والقمعيين، لو تعامل مع هذا الحدث باعتباره ثورة من البداية لكان هناك نهج آخر، ولأنجزت الثورة المصرية انتصارا مدويا ونموذجا مثاليا. بلاش الغناوي اللي بتتكلم من الثورة المصرية نموذج ونموذج، مش نموذج حتى الآن، ده نموذج لإعادة إنتاج النظام السابق، ده نموذج لإعادة القوى المضادة للثورة، ده نموذج لكيفية تقوية التشابكيين مرة أخرى وإجهاض الشعب في ثورته. يعني إيه التشابكيين بس فاهم؟ التشابكيين دول الشبكة الموجودة. أيوة شبكة. أنا قلت رجال الأعمال يا دكتورة، رجال النظام السابق، الحزب الوطني المنحل اللي التراخي والتباطؤ والتعمد في إتاحة الفرصة ليهم هو اللي أجعلهم أكثر قوة وأكثر حضورا في المجتمع المصري. يعني زي ما قال الدكتور ممدوح والزملاء أصدقائنا الشباب قال إيه؟ قال إن إحنا لم يصدر قرار بالعزل السياسي، لم يصدر قرار بفرض الحراسة على كل من يمت بصلة للقرار السياسي في مصر. أنا عايز أقول عمر سليمان واخد طيارة خاصة جايله من السعودية ويروح السعودية ويقابل مقابلة الرؤساء والملوك في السعودية، بيعمل ايه؟ ده رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس سابق. ها؟ أحمد شفيق نازل بهذا التجبر ليه؟ سوزان مبارك تسافر لندن ليه؟ كل يوم فطورة ليه؟ تجميع هؤلاء كلهم فطورة ليه؟ المحاكمات السيئة والشكلية ليه؟ حضرتك هو ده مش كل ده
بيربط يا دكتورة إيالة في معنى انه هؤلاء جميعا هم يمثلون القوى المضادة للثورة. طب نجيب احنا قوة منين نواجه هؤلاء الشبكيين مع بعضهم؟ احنا استقوينا بالجيش، استقوينا بالمجلس العسكري. المجلس العسكري بكل اسف خذل الشعب المصري لانه لم يتضامن مع الثورة، لانه لم يتخذ قرارا واحدا منذ 11 فبراير في دعم الثورة. لا تطهير حصل ولا عزل سياسي حصل ولا عدالة، وبيستعجلوا في تعديل دستور الشعب اسقطه يوم 25 يناير ها، ولم يستجيب لاي مطلب من مطالب بحيث ان احنا نشاركه في السلطة، حتى ان احنا اصبحنا بعد 10 اشهر لسه في بند المعارضة. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان انا اقعد 5 سنين في داخل برلمان معارض وبعد الثورة بتاعتنا ها أبقى لسه معارض؟ عشان كده ما ادخلش انتخابات. ادخل انتخابات ازاي؟ ادخل انتخابات ابقى مبرد معارض للتيارات الاسلاميه؟ ما انت كنت اخدم على هذا التيار ازاي؟ وغيره شايف اللي بيحصل ازاي هذا الكلام؟ عشان كده انا شايف اللي بيحصل وقال انا هقاطع الانتخابات من اولها يعني من وعشان كده انا بطالب شباب الثوره كل من يمت بصله من شباب الثوره وترشح لازم يعلن مقاطعته وانسحابه فورا احتياجا للي حصل، والا هيبقى جزء من الشراكه مع القوى المضاده للثوره والتاريخ هيدينه. طب ولو عملوا البرلمان لازم تعصي بالاسلام وتعلن يا خالد، ما ينفعش ولا تعليق ولا حاجه، لازم تعلنوا انتوا اللي عملتوا الثوره، انتوا ما تشاركوش في مهزله. اللي بيحصل دي مؤامره علينا، ها انتخابات دي مؤامره لان لن تنتج الا نظام مبارك ولا فرق معانا الانتخابات يا دكتور خالص، حاطينها في كلامه مش فارقه خالص. احنا مش لازم يعلن الراي العام احنا ان شباب الثوره يقاطع هذه الانتخابات لانها لا علاقه لها بالثوره. احنا دخلنا الانتخابات لانها جزء او احنا اعتبرنا طبعا احنا دفعنا لحظه احنا دفعنا لخوض الانتخابات بعد تصرفات القوى الانتهازيه اللي هي القوى السياسيه اللي في اغلبها قوى انتهازيه وقبولها خوض الانتخابات وفق القواعد والشروط اللي فرضت من قبل المجلس العسكري منفردا بخوض بقى الفلول بقانون الانتخابات اللي هو 70% و30% والكلام ده كله. انما في النهايه لما دخلنا الانتخابات دخلناها بمنطق انها حلقه من حلقات استكمال الثوره. مش هتوصل لحظه يا دكتور، دخلناها بمنطق انه يبقى في 10 ولا 20 صوت نستكمل بعد الفصل ثوري جوه البرلمان. انا وانه الميدان استرد عافيته فاحنا كلنا تركنا الانتخابات ورجعنا للميدان.